إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا في شاطئ مدام شوال القريب من منطقة عين الدياب. هذه الأم اللي كتشوفوا معايا حاليا، الأب، الإخوة، العائلة كاملين كيتسناو منذ ليلة الأمس أو منذ زوال الأمس على الساعة الثانية بالضبط الشاب عمر صاحب العشرين سنة، الله يرحمه. أكيد هو دابا حاليا في عداد الأموات، الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات. هاد الأم وهاد العائلة صابرين القضاء، الله والقدر ديالو كيقول لك النهار اللي تزاد كتاب لي غادي يموت بهاد الموتة. ولكن اللي ما قبلوش واللي ما صبروش ليه هو انه الجثه ديال عمر اللي منذ الامس قلت على الساعه الثانيه زوالا باقا ما بانتش. هاد العائله كيناشدوا المسؤولين، كيطلبوا المسؤولين انهم يتعاونوا معهم باش يقلبوا على عمر، الجثه ديال عمر بالاحرى في اسرع وقت. كنتمنى منكم خوتي المغاربه تبارطاجيو هاد المباشر ديال هاد العائله المكلومه المصدومه المذهوله على الابن ديال عمر الله يرحمه، ونتمنى منكم مره اخرى تجدوا عليه الرحمات عمر الله يرحمه. سمعوا معايا العائله، الام الله يصبرها، دعوا مع هاد المراه مسكينه الله يصبرها، راه كل واحد عنده الكبده، دعوا مع هاد السيده الله يصبرها الله يرزقها الصبر. سمعوا معايا شنو واقع. طالب منكم جبدوا لي وليدي، راني تشويت، شوف على الجده ولا راني في الله كنشوف، راني تشويت، راني تكويت وجيت وليدي، راني تشويت، عرفوا كاع عندكم الاولاد وعندكم طالب منكم عاونوني على وليدي، راني ساكن مشات، راني مريضه، راني طالع بيا الله. عافاكم عافاكم جبدوا خويا، عافاكم خويا من البارح حنا كنقلبوا عليه، من البارح حنا كنقلبوا عليه، تا واحد ما ساعدنا، عافاكم عافاكم لما ساعدونا. السلام عليكم اخوان، حنا كناشدوا جلالة الملك وكناشدوا الناس المسؤولين باش يديروا شي دخول سريع، راه هاد الناس هادو هنا راه لا اله الا الله، حنا الموت موت اسباب وموت حق، الموت واحد قدر الله ما شاء فعل، حنا موكلين امرنا الله سبحانه وتعالى، احنا كناشدوا مسؤولين باش يشحركوا معنا شويه. السيد راه مو محروقه، راجي من حد ولا تفرج، ربنا حنا جينا نهضروا راه قلب عامر، نطالبوا من الله سبحانه وتعالى يوقف معنا ومن جلاله الملك. هذا الشاب مسكين هو ساكن هنا ولا جا عند العائله ولا راجي عندنا خدام هنا، خدام هنا جاي مع صحابه هو وصاحبه مع جوج النهار جو بجوج جا الحد يعني حسب خداش الحد جا الحد خلى جا الحد هو وصاحبه، خلى صاحبه مشى عام وخلى لي حوايجه، من اللي خرج صاحبه من البحر حط هو مسكين حوايجه ومشى، من اللي غطس ما بقاش طلع صافي صاحبو نتا ما كنعرفش انا هنا مزيان. مادام شوال جات القصر، جات القصر واخا البارح، واش كانوا شي اجراءات جو ما داروا معنا حتى شي حاجه؟ لا ما داروا معنا حتى شي حاجه، ما خرجوش. خويا خرجوا ماشي ما خرجوش، خرجوا هيا تيقول لك حق قال بحال واعر، حنا كنا حنا عارفين كل واحد على كل اللي قد على شي منصب غيشدو، ما قادرش هذاك المنصب حيد منه. قالوا لنا البحر الناس، حنا ما كنلعبوش بالارواح. السيد غا السيد الله يرحم والدين تاع مجموعه الوسائل، الله يرحم والدين، كاين بلاد الغاز، كاين لاي بام، كلشي كاين. حنا بغينا ما يشحركوا معانا، حنا ما كنطالبوا والو، حنا كنطالبوا ما يتعاونوا معانا ويبحثوا معانا. دابا بالامس واش ما خرج جيتسكي شي حاجه؟ خرج جيتسكي، خرج قال لك ما لقيناش، صافي وقفوا. واش كاين البيار هنا ولا شنو؟ انا كاين الويدان، كيفاش شدوا الواد؟
اذا يلاه قلبوا غير البارح. البارح مع الجوج صافي وحبسوا. ما داروش محاولة اليوم. اليوم ما داروا حتى محاولة، اليوم بقاو واقفين. دابا عندنا بحال اللي كنتسناو. دابا اليوم ما داروا حتى محاولة، جا الغطس قال، جا الغطاس قال لهم باش شو هذا قلب شو واحد بس تسخر، قال لهم لا بحال واحد. بحال واحد. الغطاس ما خصوش يقول هذا الهضرة، حتى يغطس. تعاون. حنا ما طالبين والو دابا، حنا كنطالبوا من جلالة الملك. شوف من حالة المهمة. يعني باش نبقاو في إطار كما قلتي قبيله. اللي عنده شي مسؤوليه يقد عليها، الله يرحم الوالدين. حنا نخلوا جلالة الملك لانه هذا كيبقى كما كنقول راس كبيره. دابا هذه الحمد لله هذه السيده راه الله اللي كيعلم الصبر ديالها كيفاش داير. هذه المسؤوليه خصهم يديروا الخدمه ديالهم باش يقلبوا. يبردوا على امه شويه، امه مسكينه محروقه، با مسكين حتى هو محروق، خوه. خليك معايا. اذا مشاهدين شوف تي في سمعتوا معايا، هاد الناس راه راضيين بالقضاء ديال الله والقضاء ديالو. العائلة كلها كتقول لك هاد السيد نهار اللي تزاد مكتوب عند الله شحال غادي يعيش ويمشي غادي يموت والسبب اللي غيموت به. هادشي قال لك حنا رضينا به وقلنا قضاء وقدر. اللي ما تقبلناش هو انه قال لك ولدنا بحال بحال ما ماتش انسان، ماشي بحال انسان اللي غارق. يعني راه غير مشي الا غرقات، غير شي حاجة حيوان اعزكم الله الا وقع عليه بحال هادشي هذا، راه الناس كتطلع وتهبط باش كتجبدوا. فما بالك انسان شاب 20 سنة العائله كلها مصدومه عليه، والحدود هذه اللحظه كيقول لك بانه بالامس راه قلبوا عليه بحثوا عليه، ولكن اليوم ما كانتش شي محاوله من طرف سواء الوقايه المدنيه او سواء يعني ملي كنقول الوقايه المدنيه كنتكلموا على واحد الوسائل لوجستيكيه اللي كتكون عند هاد الناس باش كيكون غطس او كيكون كيقلبوا في هاد المناطق هذه، لانه هاد الشاب هذا راه عائلته دابا لحد الان راه منذ الامس باغا تدفنوا وترجاح، أولا باغيين يدوه يدفنوه ليه على الله اش باغيين يديروا؟ ما بينوا لنا حتى حاجة. باغيين تدفنوه انتم هنا إن شاء الله ولا هي فين؟ لا ندي خويا عندنا. يعني لاحظوا هاد الناس كيتسناو الجثة تخرج باش يدوها معاهم حتى حد ولاد فرج. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم شي واحد ما دار عليها. عطيها مسكينة تمشي. كيف المحاولة خارج؟ ياك. إذا ربما. إذا ربما مع النداء ديال على شوف تي في غادي احنا غادي نشوفوا دابا هما داخلين، احنا غادي نتبعوا معاهم ان شاء الله. خوتي المغاربه الله يجزيكم بخير، بارطاجيو لهاد الناس هادو. الله يصبرك اميمتي، الله يصبرك. شكرا لكم الكبده، عاونوني لوجه الله تعالى، عاونوني الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. الله يصبرك، الله يصبرك. إذن مشاهدين شوف تي في لاحظوا معايا الدموع، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا سي أختي حنا كنا خدامين، الله وقفتي أنت، كنا خدامين أختي. راه سولي السيدة فاش وقفنا قلنا ملي ما باغيش يبان ما يجيش قدامنا. اذا كما قلت مشاهدين شوف تي في غادي نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه. حنا باقي معكم خلال هذه التغطيه، ربما حاليا راه كاين على حسب ما كيقولوا بانه كاين شي قارب مطاطي سريع جيتسكي كيحاولوا يخرجوا به دابا باش يبحثوا على عمر. ان لله وراجعون. شكرا لكم على حسن المتابعه، القاكم في بث مباشر اخر والى اللقاء.